السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة المشاهدين، من مقام الولي الصالح سيدي قدور، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم. هذه قبور، وهذا ضريح الولي الصالح سيدي قدور. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وابعده عن النار. طبعا هذا قبر الولي الصالح سيدي عبد القاع قدور، وهو ابن الولي الصالح سيدي الحشحية المقبور والمدفون بحي سيدي الحشحية بولاية المنيعة. هذا ابنه. قيل أن سيدي قدور عليه رحمة الله، القبر الذي ترونه، أن وفاته المنية في هذا المكان، قبضت روحه وهنا دفن. فهذا المكان أين دفن الولي صالح، ابن الولي صالح سيدي الحشية، هذا هو سيدي عبد القادر عليه رحمة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به وبالصالحين والأولياء في جنة الرضوان رفقة الصديقين والنبي والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لهم وارحمهم.